فيكم طلابنا الصف الثامن. رح نبلش بقسم الهندسة الوحدة الثانية درس المضلعات. طبعا اليوم درسنا عن المضلعات، رح نرسم كم شكل ورح نشوف إذا كان لدينا الأشكال التالية. إذا كان لدينا الأشكال التالية، نلاحظ من الشكل الأول، الشكل الأول يتكون من ثلاثة أضلاع، ضلع 2 3. هذا الشكل طبعا نسميه مثلث ويتكون من ثلاثة أضلاع. الشكل الآخر نلاحظ أن هذا الشكل يتكون من ضلع 2 3 4، يتكون من أربعة أضلاع نسميه شكل رباعي لأنه يتكون من أربعة أضلاع، هذا نسميه شكل رباعي. الشكل الآخر نلاحظ أنه يتكون من ضلع 2 3 4 5، خمسة أضلاع عندما يتكون الشكل من خمسة أضلاع نسميه شكل خماسي. لدينا أيضا هذا الشكل يتكون من ضلع 2 3 4 5 6، ستة أضلاع عندما يتكون من ستة أضلاع نسميه شكل سداسي. هذه الأشكال الهندسية نلاحظ كل منها يتكون من إذا ثلاثة أضلاع نسميه مثلث، أربعة أضلاع شكل رباعي، خمسة أضلاع خماسي، ستة أضلاع سداسي، كلها أشكال هندسية مستوية، جميعها أشكال هندسية مستوية ومغلقة. كل شكل هندسي مستوي مغلق يتكون من ثلاثة أضلاع أو أكثر نسميه مضلع، أي أن نكتب كل شكل هندسي مستوي مغلق يتألف من ثلاثة أضلاع أو أكثر نسميه مضلع. كما قلنا المضلع هو شكل هندسي مستوي مغلق يتألف من ثلاثة أضلاع أو أكثر، كلها نسميها مضلعات. طبعا للمضلع نوعان، لدينا نوعان للمضلعات. أولا المضلع المحدب والمضلع المقعر. لنرى متى نقول عن المضلعات إنها محدبة ومتى نقول عنها إنها مقعرة. لنأتي إلى الأشكال هذه، هذه المضلعات إذا اخترنا من أحد الأضلاع، وليكن نختار هذا الشكل الرباعي، إذا اخترنا أحد الأضلاع ورسمنا منها مستقيم، وليكن نختار هذا الضلع ونرسم منه مستقيم، مستقيم يمر من هذا الضلع، نلاحظ أن المضلع الرباعي هذا الشكل يقع بجهة واحدة بالنسبة من أحد المستقيمات المارة من أحد أضلاعه، بجهة واحدة أي حافظ على شكله ويقع بجهة واحدة. وإذا اخترنا ضلع آخر أيضا لنختار من نفس الشكل، نختار هذا الضلع ونرسم من هذا الضلع مستقيم
مستقيم يمر من الضلع. نلاحظ أيضا أن المضلة يقع بجانب واحد بالنسبة للمستقيم. وأيضا إذا اخترنا أي من الأشكال هذه، إذا اخترنا هذا الشكل مثلا ورسمنا من أحد الأضلاع أي ضلع نختاره، إذا نرسم منه مستقيم نلاحظ أن المضلع يقع بجهة بجانب واحد بالنسبة للمستقيم. هذا الشكل نسميه، أو عفوا هذا المضلع نسميه مضلع محدب. نكتب في المضلع المحدب يقع المضلع بجانب واحد بالنسبة لأحد المستقيمات المارة من أحد أضلاعه، أي من أي من المستقيمات. يعني عندما نختار أي ضلع يجب أن يقع المضلع بجانب واحد منه. لنأخذ هذا الشكل ونرى فيما إذا كان محدباً أم لا. إذا اخترنا مثلاً هذا الضلع ورسمنا منه مستقيم، نلاحظ أيضاً أن المضلع يقع بجهة واحدة بالنسبة للمستقيم بالنسبة لهذا الضلع. لنختار ضلع آخر وليكن مثلاً هذا الضلع، ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ هنا أن المضلع أصبح بجانبين بالنسبة للمستقيم، تجزأ المضلع وأصبح بجانبين. في هذه الحالة نسميه المضلع المقعر. هذا نكتب هنا المضلع المقعر يقع المضلع إلى جانبي أحد المستقيمات المارة بأحد أضلاعه. طبعا إذا كان هناك مستقيم واحد يخالف القاعدة فنقول عنه إنه مضلع مقعر. طبعا هناك العديد من الأمثلة، هذا بالنسبة للمضلع المحدب والمضلع المقعر. ننتقل إلى فكرة أخرى، سنأخذ الآن الأقطار في المضلع. الأقطار في المضلعات، بداية لنعرف ما هو القطر. القطر طبعا في المضلع، سنرسم مضلع ونرى كيف نرسم قطر في المضلع. إذا كان لدي هذا الشكل مثلا، هذا الشكل رباعي. أولا القطر في المضلع هو طبعا في المضلع هو المستقيم الواصل بين رأسين غير متجاورين في المضلع، هو المستقيم الواصل بين رأسين غير متجاورين في المضلع. أي إذا اخترنا مثلا هذا الرأس نرسم منه مستقيم مع رأس آخر ليس متجاور معه. نلاحظ إذا رسمنا مع هذا الرأس مجاور له وهذا الرأس مجاور له، يتبقى لدينا فقط هذا الرأس ليس مجاور له. يمكننا رسم مستقيم واصل بينهما، هذا المستقيم نسميه قطر، هو المستقيم الواصل بين رأسين غير متتاليين في المضلع، هذا هو القطر. سنرى في المضلعات كيف نرسم الأقطار من كل رأس. في المضلع الرباعي، في المضلع الرباعي مثلا إذا كان لدي هذا الشكل، نلاحظ إذا اخترنا مثلا هذا الرأس كم قطر يمكننا أن نرسم من هذا الرأس. أيضا هي نفسه الشكل الرباعي الذي رسمناه قبل هذا الشكل، يمكن رسم من هذا الرأس قطر واحدة فقط. نلاحظ لا يمكننا رسم أكثر من قطر لأن الرأسين
هذا وهذا مجاوران له، لم يتبقى لدينا غير هذا الرأس لنصل بينهما ويتكون لدي قطر. أي في المضلع الرباعي لا يمكن رسم غير قطر واحد فقط من كل رأس، هذا الرأس لا يمكن رسم غير قطر واحد أيضا، وهذا الرأس قطر واحد فقط، وهذا الرأس قطر واحد فقط، أي من كل رأس لا يمكننا أن نرسم غير قطر واحد فقط. نلاحظ هنا إن عندما نرسم من أحد الرؤوس، أقطار أحد الرؤوس في المضلع الرباعي، يتجزأ لدينا المضلع إلى مثلثين، يعطينا مثلثين. لنستطيع أن نجد مجموع زوايا الداخلية للمضلع الرباعي سنعتمد على فكرة القطر. نلاحظ أن القطر من كل رأس يجزئها إلى مثلثين، وكل مثلث مجموع زواياه 180 درجة، هذا المثلث مجموعه 180 درجة مجموع زواياه، وهنا أيضا مجموع زواياه 180 درجة، فيصبح لدينا مجموع زوايا المضلع، مجموع الزوايا الداخلية للمضلع الرباعي يساوي مثل ما قلنا 180 ولكن ضرب 2. لماذا؟ لأنه تشكل لدينا مثلثان، هنا يعطينا 360 درجة، أي مجموع الزوايا الداخلية للمضلع الرباعي هو 360 درجة بالاعتماد على مجموع الزوايا الداخلية للمثلثين. لنرى في المضلع الخماسي، في المضلع الخماسي إذا أخذنا الشكل، إذا كان لدينا هذا المضلع الخماسي، إذا اخترنا مثلا هذا الرأس ونرسم منه أقطار، نلاحظ أن من هذا الرأس يمكن رسم هذا القطر، ويمكن رسم أيضا هذا القطر، هذان الرأسان غير مجاوران لهذا الرأس، أي يمكننا رسم قطر منهما. نلاحظ هنا أن في المضلع الخماسي يمكننا رسم قطرين من كل رأس، كل رأس نستطيع أن نرسم منه قطرين، أيضا من هذا الرأس نستطيع أن نرسم قطرين، من هذا الرأس نستطيع أن نرسم قطرين، وأيضا من هذا الرأس قطرين، من كل رأس نستطيع أن نرسم قطرين لهذا المضلع. طبعا نلاحظ عند رسم أقطار أحد الرؤوس يتشكل لدي ثلاثة مثلثات، ثلاثة مثلثات. لإيجاد مجموع الزوايا الداخلية للمضلع الخماسي نعتمد على مجموع قياسات الداخلية للمثلثات. هنا نلاحظ ثلاثة مثلثات، مجموع كل زوايا كل مثلث 180 مع 180 مع 180، سنجد أي 180 ضرب 3 وتساوي عنا 540 درجة. هاي هي مجموع الزوايا الداخلية للمضلع السداسي. لنرى الآن في المضلع السداسي، عفوا هنا في المضلع الخماسي، لنرى الآن في المضلع السداسي، لنرسم شكل سداسي. ليكن لدينا هذا الشكل السداسي. لنرسم أقطار أحد الرؤوس ونرى كم قطر يمكننا رسم من أحد الرؤوس. إذا اخترنا مثلا هذا الرأس، نرسم هذا القطر، وهذا القطر،
وأيضا يمكن رسم قطر ثالث. نلاحظ هنا في الشكل السداسي يمكن رسم ثلاثة أقطار من كل رأس. أيضا هنا إذا رسمنا من كل رأس يمكننا أن نرسم ثلاثة أقطار. نحن لا نستخدم المسطرة فقط لأجل الوقت لكي لا نأخذ وقت أكثر. طبعا من كل رأس يمكن أن نرسم ثلاثة أقطار في الشكل السداسي. نلاحظ هنا إن الشكل المضلع السداسي ينقسم إلى أربع مثلثات عندما نرسم أقطار أحد الرؤوس. هنا في المضلع السداسي يصبح لدينا أربعة مثلثات برسم أقطار أحد الرؤوس. لإيجاد مجموع الزوايا الداخلية للمضلع السداسي هي بما أنه أربع مثلثات فإننا نضرب 180 في 4 يعطينا 720 درجة، وهاي بالنسبة لمجموع الزوايا الداخلية للمضلع السداسي. هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن في المضلع إذا كان عدد الأضلاع N، أي هنا رباعي أو خماسي أو سداسي، أربعة أضلاع، خمسة، ستة إلى آخره، عندما يكون عدد الأضلاع N فإن عدد المثلثات المتشكلة من رسم أقطار أحد الرؤوس يكون N ناقص 2. المضلع رباعي أصبح لدينا مثلثين، المضلع خماسي أصبح لدينا ثلاثة مثلثات، خمسة ناقص 2 هي 3، أربعة ناقص 2 هي 2. هنا أيضا كان لدينا المضلع سداسي تشكل لدي أربع مثلثات، أي إن إذا كان عدد الأضلاع N فإن عدد المثلثات المتشكلة من رسم أقطار أحد الرؤوس هي N ناقص 2. نكتب إذا كان عدد الأضلاع N فإن عدد المثلثات المتشكلة من رسم أقطار أحد الرؤوس هي أو هو N ناقص 2، فيكون مجموع الزوايا الداخلية للمضلع تساوي N ناقص 2 ضرب 180. كما لاحظنا في الأمثلة هنا كان عدد المثلثات 3 ضربنا 180 في 3 في المضلع الخماسي. كما نلاحظ نطبق القاعدة. أيضا مثال آخر، إذا كان المضلع سباعي مثلا، المضلع سباعي يكون عدد أضلاعه 7، فإن عدد المثلثات المتشكلة تكون 7 ناقص 2. إن ناقص 2 كما قلنا في القاعدة، إن ناقص 2 يعطينا 5، فيكون لدينا 5 ضرب 180 يعطينا 900، وهكذا. طبعا هناك مضلعات ثمانية تساعية إلى آخره. هذا بالنسبة لدرسنا اليوم، أخذنا تعريف المضلعات، نوعا المضلعات المحدب والمقعر، وأيضا تطرقنا إلى الأقطار في المضلعات، ومنها استطعنا أن نستنتج مجموع الزوايا الداخلية لكل مضلع، واستنتجنا القاعدة طبعا إلى وهي 180 ضرب N ناقص 2. هذا كان بالنسبة لدرسنا اليوم.